زمرات سندوتش باتنين جنيه عسلية. طبعا حتة باتنين جنيه برضو. حتة باتنين جنيه وسندوتش باتنين جنيه ما انا مش هينفع بقى بذمتين، انا الشقة كلها بتاخد مني باتنين جنيه عسلية. كده برضو. وانا بقول انت اخويا برضو. سيبني بقى في حالي، انا مخنوق. مخنوق من ايه بس؟ الهام بقى لها 3 اسابيع ما بتردش عليا، انا صارف عليها لحد دلوقتي مسجات ب 15 جنيه. بقول لك ايه؟ مفيش واحدة تستاهل. لا الهام دي حاجة تانية، انا بحبها عسلية قوي. اهي بتتصل. طب رد. حاضر. رد. سيبني رد، اديني مساحة رد. طيب. طب رد. ايه الهام؟ في ايه الهام؟ بقالي فترة ما تردش عليا ليه؟ ايه؟ في المطار؟ مسافرة مع ابوكي؟ انا محدش هياخدك مني يا الهام. ايه الاوفر ده؟ بتقول لك ابوها. اه صحيح، مع ابوها. طب انت مسافرة ليه مع ابوكي؟ هيعمل عملية في لندن؟ عملية؟ ليه؟ بيتاجر في الاثار؟ الله. عملية في القلب. اه. ويا ترى بقى هتقعدي قد ايه في لندن؟ 3 سنين؟ ليه؟ الدكتور اللي عملها له في ابتدائي؟ انت بتشتغليني يا الهام؟ طب الهي ما يقوم منها تاني يا الهام؟ الهام ما تمشيش وتسيبيني. الهام قفلت في وشي. ما تقف. ايه الاوفر اللي انت فيه ده يا ابني؟ مدغور في نصيبك، الصبح جاب لك واحده غيرها. بحبها. بحبها. ما فيش حاجه اسمها حب في الزمن ده. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ فريده بتتصل. رد عليك. ارد؟ رد يا عم رد. الو، ايه يا فريده؟ ايه؟ في المطار؟ مسافره مع الهام؟ هتقعدي 3 سنين؟ عشان ابوها بيعمل عمليه قلب. طب انت رايحه ليه؟ بتونسيها. من الاخر كده، الشغل ده ما ينفعش معايا. شغل تعملوه مع زماره عشان عيل غلبان عبيط. احترم نفسك يا حسين. بالسلامه يا اختي. على راي المثل، اوعى تعمل اللي تقول لك انا ماليش غيرك. الصبح معاك وبعد الظهر مع غيرك. بالسلامه يا اموره. ما تعيطش يالا، انا فهمت الفوله. بقول لك ايه؟ شكلهم كده رئيس سافرين باريس، في اي حته كده يحطوا. لا ما تظلمهاش، ما تظلمش الهام. الهام بتحبني. بتحبك ايه يا عبيط انت؟ ما شفتكش الا يوم واحد، بتحبك ازاي؟ ما انا مفيش حد في حياتي غير. حرام عليك يا عسليه. اه عبان، انا مش هينفع اكمل حياتي. انا هنتحر. انا شايف كده برضه. انا هنتحر. انتحر. هنتحر. انتحر يا ريس. هنتحر. اوعي اوعي ايدك بتمد ايدك على قد ليه؟ يا عم انت ملففنا الحاره كلها، عايز مننا ايه بقى؟ يا ابني لازم نبعد عن القهوه اكبر فتره ممكنه. اكبر فتره ممكنه دي معناها ايه دي؟ يا عم خلص بقى، في ايه؟ اخوكم مال طلع تقيل قوي. تخين؟ تخين ايه يا غبي؟ امال ايه؟ حد مهم جدا. لازم يبقى مهم، مش ابن امبابا يعني امبابا باريس مصر. بس يا حبيبي انت هتنقط، اسكت خالص انت. المهم يا سياده المستشار، ايه الخطوة التالية؟ الخطوة التالية ان احنا نروح نقابله، لان انا طلع عين اهلي عشان اعرف اخد منه ميعاد. بص بقى سعادة المستشار العيلة، انا مش هتحرك من هنا الا لما تديني النسبة بتاعتي. نسبة ايه يا غبي؟ ده اخوك انت. بس اسكت خالص. الاهم يا سيادة المستشار ان ما ينفعش اروح لاخويا وانا جعان، عشان عينيا ما تروحش على تفاحية كده ولا ايدي تروح على موزاية كده. فعلا انا قريت كتاب ان ما ينفعش حد يروح لاخوه وهو جعان. ده كتاب ايه ده؟ ده كتاب قبل فضيلة. قبل فضيلة؟ طب انا بقول ان احنا نروح نتعشى؟ طب مين هياكل؟ احنا. مين هيدفع؟ انت. سيبك من كل ده. خلينا في المهم، هناكل فين؟ سيب الفيل. انت اللي بينت له. انا كنت بمسحه، كنت بمسحه بس. ما شاء الله، ربنا يخليه. بس انا مش متخيل اللي انتوا بتقولوه ده. ولا احنا كمان كنا نتخيل ان يطلع لنا اخ نضيف كده.
انت انضف اخ في اخواتنا ما شاء الله، زيطة وزنبوليطة ورسومات على الحيطة وما شاء الله، يعني تلاقي عندك في البنك 7 مليون جنيه. 5 بس؟ 5 في عينك. بس قولولي بقى، احنا اخواتنا كتير. لينا اخوات كتير طبعا، بس تلاقينا شوية وفي شوية ما تلاقيناهمش. ما ايه؟ ما تلاقيناهمش. لا ثانية واحدة كده، قول تاني كده. لقينا في اخوات لقيناهم واخوات. لا الأخيرة الأخيرة. ما تلاقيناهمش. ما تلاقينا اتش. حلو قوي. انتوا عارفين ان بابا لمح لي بحاجه زي كده؟ يا سلام على تلميحات بابا، الراجل ده فعلا كنز. بابا الله يرحمه، الراجل ده كان ليه. الله يرحمه ايه؟ ابويا عايش لسه. ما انا قصدي الله يرحمه ويمسيه بالخير. والوالد بقى لمح لحضرتك بايه؟ اه، واحنا مره في اليابان. يا اليابان فكرتني باحلى ايام عمرنا وعسليه. هو اليابان دي فين؟ في آسيا. في آسيا؟ في ايه؟ في آسيا. اه. لا دي آسيا قوي. المهم بابا قال لي لازم نزور مصر. انا عايز اشوف امي ضروري والنهارده. انا يا دكتور ده ناخدك الحاره عندنا وقعدك على القهوه واشربك شيشه اقول لك حاجه واكلك سندوتش كبده من عم ظريف، بس كبده ايه معفنه كده، ولا احنا مش قد المقام يعني؟ لا ازاي بقى تقول كده يا عسليه، ده انا واحد منكم، وبعدين احنا ولاد 9. ولاد 9 ولا ولاد امبابه؟ انا ما قلتليش يا دكتور بقى بصفتك دكتور، يعني هو حضرتك دكتور فيه بالظبط؟ اصل انا بصراحه القولون تعبني وصوتي نفسي يبقى حلو. لا انا مش دكتور كده خالص، انا دكتور اشعاعات. اشعاعات؟ وليه تجيب في سيره الناس؟ النميمه حرام يا دكتور. نميمه ايه وبتاع ايه؟ اشعاعات، طاقه نوويه يعني. نوويه مش تقول كده بقى. بقول لك إيه؟ ايه، انت عارف نوويه يعني ايه؟ يعني ايه؟ العيال في رمضان بيجيبوا ايه، شويه رمل على شويه زلط ولفهم بسلكه وبعد كده لفهم بحته قماشه وروح ترك حافينك بيها اللي هي القنبله الذريه يعني. اه يعني انت دكتور في البوم. اه بحدف بوم وحوي يا وحوي. الياح. تشربوا ايه بقى؟ لا 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 والله ما في داعي. ايه؟ ما فيش داعي ليه؟ ما فيش داعي. هو اخوك ولا اخونا؟ اخوك. في داعي؟ انا هاخد نص فرخه مشويه ونص طرب وحواوشي، تاخد حواوشي وحواوشي ونص كيلو لبن. زي بالظبط، بس انا بعد حضرتك مش عايز لبن، عايز واحد شبتشينو. لا طالما بقى في داعي 34 قطعه سوشي عشان الدايت بس. دايت. يا سلام، من عينيا طبعا. ناتالي 4 شاي سكر زيادة يا حبيبتي بسرعة. ايه ده؟ ايه؟ أمال بتعشمنا ليه؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 عايز 5 كومودينو كمان هنا بسرعة. يلا نعم يلا بدنا نزود لك المهل بسرعة. كوتش احنا داخلين بطولة سباحة والليل. استراحة استراحة. مالك في ايه؟ يا كوتش انا أول مرة أشوف لعيبة كورة بتتمرن بعفش. يا كوتش هو ده بيتك ولا احنا جايين نسرقه؟ مش عايز رغي كتير فاهم؟ شكلك هتفطرنا كلوكوز النهاردة يا كوتش. كلوكوز؟ هفطركوا زرافة يا حبيبي. اشتغل. ايه ده ايه ده؟ فين اكرم يا بكار؟ عم يتطحلب. يتطحلب؟ اكرم اكرم. ايه يا عمرو؟ في ايه يا عمرو؟ ازيك يا عمرو عامل ايه؟ احترمني قدام الولاد شويه ممكن؟ حاضر يا عمرو. تعال تعال تعال. شايف دي؟ شايفها. ها؟ اه يلا يلا، عايزك تشيلها 10 11 مره كده. يلا مش هعمل انا الكلام ده. طيب اقعد اقعد. انا قلبي مقبوض يا كوتش. مين بالله قال هي؟ هي في دماغي. ايوه كلنا يلا نشيل بسرعه. 20 عده. يلا 1 2
في برد فوق قوي. ارفع شيل. استراح استراح. الله معلش تعبناك يا اكرم. لا زهقت انا لازم اخد راحه. ارتاح شويه معلش. شيل وقت ده شفطه عليا يا باشمهندس. القطميه ضربت مني. ايه يا فندم؟ القطميه ضربت مني يا باشمهندس. باشمهندس والقطميه ضربت منك؟ ما تجرب التجمع الخامس يا حبيبي. حلو يا فندم. اشتركوا الآن في قناة شوف الدراما الثالثة ليصلكم كل جديد.